الاستعدادات الآن تجري لانطلاقة شوط آخر وهو الشوط الرابع في مجموعة أشواطنا وخصص لفئة الجعدان. ما هي إلا لحظات وثواني معدودة ويتحرك الشوط القادم، الكل يأخذ موقعه الصحيح ليستعد لإشارة الحركة أو إشارة الانطلاق. شوط أيضا يحمل في طياته الكثير والكثير من القوة ومن الأصالة ومن التحدي، وعلى بركة الله يتحرك الشوط الرابع في مجموع أشواطنا. تتحرك هذه الشعارات معلنة أيضا تحدي جديد ونشاط أيضا جديد مع هذه الحركة. نرحب أيضا بشعار الشاعر غدير بن سعيد بن غدير بالمركز الأول ليعلن وجوده ويسجل حضوره في هذا اليوم. أما المركز الثاني الزعفران سالم بن محمد بالطبيعة يقدم زعفران إلى المركز الثاني. المركز الثالث أرى ماذا أرى من شعار بالأخرم على ما أعتقد في ذلك المراكز على ظهر الشارد سلطان بن راشد بالأخرم. يأتينا ثالثا من الجانب الآخر علي بن خليفة الرميتي في رابع المراكز. المركز الخامس الوصول من النصر عتيج بن علي بن راشد بالقوم. هذه الخمسة المراكز الأولى متابعينا الكرام، ولكن نحن لنا عودة مرة ثانية مع الحدث وماذا حدث على المقدمة، ماذا حدث أيضا من تغيير متواصل في هذه المسيرة وفي هذا التحدي. ولكن شاهين صامد صمود الجبال السود بشعار الشاعر غدير بن سعيد بن غدير ما زال يواصل أيضا المسير وجاهز أيضا للأوامر وجاهز للتحدي. المركز الثاني محمد بن زيبر علي بن كليب وبراق أشوفه يعني عنده نظرات قوية. سالم بن محمد بطبيعة من يأتينا على المركز الثالث والمركز الرابع. محمد بن زيبر علي بن كليب على ظهر مجد، وهناك أيضا المركز الخامس رصاد محمد وسلطان بن رشيد. هذه المراكز الأولى متابعينا الكرام، ولكن شاهين ما زال يقاوم بدون أي تعليمات، ما زال يقاوم في هذا الشوط، ما زال يقاوم أيضا التحدي والشعارات. أرى أيضا اللي في المركز الثاني والثالث محمد بن زيد بن علي بن كليب، الرابع سالم بن محمد بالضبيعة، والمركز الخامس القدوم من قبل محمد بن سعيد بن سليم على ظهر شمردل أيضا قادم لا محال ولا مجال. يلا يا ابو سعيد، يلا يا غدير، يلا طلع العصا من الابطان، لان الهجوم خطير، الهجوم من كل الجوانب. واول مهاجم بن كليب يطوف ويعدي ويمر على شاهين، يطوف بدون اي تعليمات. بن سليم قادم ايضا الى المعركه، ولكن يا سلوم يا مجد، مجد راح عن الجعدان، راح أيضا ليهدي بن كليب النقطة الثالثة في صباح هذا اليوم. وهذا هو مجد يقترب أيضا من الانتصار، يقترب من التهاني. إنتاج المختبر ومجد اختبر في هذا الشوط وأيضا فاز بالمركز الأول للمرة الثالثة. نهني محمد بن سيبن علي بن كليب على فوز مجد بالمركز الأول، الثاني أيضا بن كليب، والثالث بن سليم محمد بن سعيد بن سليم، المركز الرابع سالم بن محمد بطبيعة، والمركز الخامس فهنا شعار غدير بن سعيد بن غدير اللي هو شاهين. التوقيت الزمني للأسف ما يحضرنا التوقيت الزمني في هذا